ده هيبقى ب 15 جنيه، الحزام ده هيبقى ب 20 جنيه، بالوان العريض ده هيبقى ب 20 جنيه، وده هيبقى ب 70 جنيه، برضو اللي هو العجينه ده ملتون مبطن وعامل 75 جنيه، 75 جنيه ملتون مبطن. الشياكه دي اوفر سايز، تلبيس بيك سايز وعامله برضو 75 جنيه. سوق الجمال ده هيبقى ب 75 جنيه، ملتون مبطن ب 100 جنيه بدل 170، الورا دي هتبقى ب 100 جنيه، واللون اللي فوق اللي بيتغير دي هتبقى ب 110، سويت في الورا ده هيبقى ب 100 جنيه، الشياكه ده هيبقى ب 100 جنيه، جاكيت بامب ب 100 جنيه، جاكيت الشياكه ده هيبقى ب 100 جنيه، بلوزه القمر دي ب 100 جنيه، الشياكه دي كلها ب 100 جنيه. الجمال ده دي هتبقى ب 100 جنيه يا جماعه، يبقى ب 100 جنيه بدل 170 جنيه بالوانه. بصوا الجمال ده هيبقى ب 100 جنيه، الشياكه دي هتبقى ب 75 جنيه، الشياكه دي هتبقى ب 75 جنيه، وجاكيت زي كده بامب عامل 100 جنيه، دي برضه هتبقى ب 100 جنيه، ده ب 110، الشال ده هيبقى ب 65 جنيه، الجلد المبطن ده عامل 100 جنيه، 180 جنيه هيبقى ب 150 جنيه لكل متابعين القناه، الجلد ده هيبقى ب 150 جنيه، ده هيبقى ب 100 جنيه بس، 170 جنيه هيبقى ب 100 جنيه وبس، هيبقى ب 150 جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهارده عند سولا وروما والاسعار بدأ معانا من اول 15 جنيه، واغلى حاجه اكون في الفيديو ده سواء دريسات، ميني دريس، جواكت، بلوزات، كل الخامات اللي انتم شايفينها بيك سايز ومقاسات عاديه هكون 150 جنيه وبس. العرض ده عامله لكل متابعين القناه، عرض جبار واسعار حلوه جدا جدا عند سولا وروما، عامل لنا عروض على كل حاجه موجوده في المكان ومنزل عليها خصم كمان، كل حاجه هنشوفها النهارده، اسعار وخامات ومقاسات، العنوان متصور اخر الفيديو، لينك التليجرام اول تعليق، وهسيب لكم رقم للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه. بس قبل ما ابدا بالله عليكم نوروني بلايك جميل كده ونبدا الجوله على بركه الله. اسعار معانا من كام النهارده يا حسن؟ بدأنا معانا اسعار ب 15 جنيه. ب 15 وعشان متابعين. قلنا في 10. 10 بس خلصان. خلصان، هنبدا 15 جنيه. هنبدا ايه معانا 15؟ الحزام. حزام زي كده باشكاله، ده هيبقى ب 15 جنيه. معانا اشكال منه. وفي الجي جي برضه ب 20. تمام. الجي جي ده هيبقى ب 20 جنيه، الحزام ده هيبقى ب 20 جنيه بالوانه برضو يا حسن. بالوانه. وده انا معانا 15. معانا الحزام اللاك برضو ب 20. اللي هو العريض يا جماعه، ده هيبقى ب 20 جنيه، الحزام العريض ده هيبقى ب 20 جنيه، تمام. وعندنا بقى نخش احنا عايزين نقول لهم ان الفيديو ده اغلى حاجه فيها تكون 150 جنيه. 150، وكمان هيبقى فيه جواكت وفيه تيشرتات، في حاجات دمار جدا واسعارها مش هتقل عن 150، ومعانا جواكت ب 100 جنيه كمان. تابعوا الفيديو للنهايه وما تنسوش لايك كتير للفيديو ده. البادي. معانا بادي زي كده برضو. ده تلبيس. ده اللي هي الصوف. تمام. ده ب 50 جنيه. طب امسكوا لنا من فوق ياخدوا سكرينات عليها حسن. ياخدوا سكرينات وبعد كده بيجوا يتعبوني. بصوا بيتعبوك، لازم يتعبوك طبعا وتستحملهم مش متابعينا. ده هيبقى ب 50 جنيه بالوانه، صح؟ ده الصوف يا جماعه. تمام، في ايه معانا تاني؟ العجينه بقى. افتح لنا اللون فاتح يبان معانا كده يا حسن. المسترد بتاعه. انا عايز اقول لكم ان كل درجات الالوان من الصوف والعجينه موجوده. موجوده اهو. تمام، معانا بقى العجينه اللي لا غنى عنه، ده عامل كام ده؟ ده ب 70 جنيه. ده ب 70 جنيه. لا وطويل. امسك لنا الكتف من فوق كده يا حسن، بصوا الجمال. الكتف من فوق بصوا عرضه وطوله حلو جدا، وده هيبقى ب 70 جنيه برضه اللي هو العجينه. تمام، بالوانه برضه. تمام، تسلم ايديك. في ايه معانا تاني بقى؟ بقى كده على 75 سويت شيرتات. في منها تحت يا حسن نشوفها؟ سويت شيرتات هنزلها لك كلها. طب ما هنشوفها معانا دلوقتي، عايزين نقول لكم عامل لنا عرض جامد على كل السويت شيرت اللي انتم شايفينه ده، في حاجات فري سايز وفي حاجات مقاسات. تمام، وده عامل كام ده؟ ده كده ب 75 جنيه. ده ملتون مبطن وعامل 75 جنيه. بخلي وشه ليا ناخد سكرين يا حسن. بالوانه برضو كل درجات الوانه متاحه. بصوا حاجه زي كده برضو، ده ب 75 جنيه ملتون مبطن. تمام، بالوانه برضو حبايبي. كل موديل الوانه كلها متاحه. عايز الاوفر سايز؟ الاوفر سايز زي كده. الاوفر سايز دي لبس معانا 95 كيلو مرتاح، يعني عايز اقول لهم لا نفرد بس كده. بصوا الجمال ده، الشياكه دي اوفر سايز، تلبيس بيك سايز وعامله برضو 75 جنيه، ملتون مبطن كله. كل اللي عندي ملتون مبطن. بصوا مبطن من جوه موبر وحلو جدا. بصوا حاجات اوفر سايز زي كده ب 75 جنيه. الناس اللي بتسال على المقاسات الكبيره يا جماعه موجوده هنا. بالوانه برضه، يعني بصوا كل درجات الوانه موجوده، شايفه البينك والكشمير والفيروزي، الوان كتير موجوده منه. بيحب حاجات برضه زي كده. خمسه بص ادينا وش، بصوا الجمال ده هيبقى ب 75 جنيه ملتون مبطن. تمام، بالوانه انا شايفه الاصفر. ب 100 جنيه. ما بيوبرش. لا ده ب 100؟ ده ب 75. 75 جنيه. تمام. عندي جولات زي كده بقى، خش على جولات الاصوات. بصوا صوف في الجنس بيتهيألي. هي واخده ثلاث خامات قماش. ثلاث خامات قماش صح؟ ده عجينه. عجينه وجينز ورويال. ورويال ثلاث. اديني وشها بس يا حسن كده تبان معانا. دي كانت عامله 170 جنيه، دلوقتي ب 100 جنيه بقى. دي هتبقى ب 100 جنيه بدل 170. الوان برده متاحه، بصوا اللون الباين منها كمان الفاتح اهو. اللون اهو. تمام. وفي اللون البيج بتاعها اهو. وفي منها الاسود كمان. الاسود بتاع الناس اللي بتدور على الاسود. تمام، حلو قوي. عندك حاجات زي كده مشعره. اللي هي الكوكاكولا يا جماعه. الكوكاكولا ب 100 جنيه.
البلوزه المشعره دي هتبقى ب 100 جنيه عجينه مشعر. عجينه مشعر بصوا العجينه المشعره دي هتبقى ب 100 جنيه الوانها برده كلها متاحه. المسترد ده ساعه بيبقى رهيب الخامات دي بالوانها برده. تمام في ايه معانا تاني؟ عندك بلوزه سويدي زي كده. بصوا سويت شموا يا جماعه عامله كام البلوزه دي؟ ومطعمه بالرويال. رويال جدا على فكره. تمام الاوف وايت ثابت واللون اللي فوق اللي بيتغير. ادينا وشها بقى يا حسن عامله كام؟ 110. دي هتبقى ب 110 سويت في رويال. تمام بالوانها برده. كل الوانها. كل درجات الوانها. في منها سويدي في سويدي برده نفس كده برده ب 110. بصوا دي كلها سويت شموا. سويت شموا عامله 110. ابعد لنا عن الاسود شويه يا حسن عشان تبان معانا في التصوير. بصوا هنجيب لكم لون تاني. بصوا دي الخامه اللي هي السويد الشماو عامله 110. تمام تسلم ايديك. الحاجات دي كانت اغلى من كده بكتير. طبعا ده كان عامل 180 جنيه ده في الاول الشتاء. اه كان ب 180. عندك الحاجات دي كلها اللي عايز يتاكد من الاسعار دي يرجع القناه بس شويه لورا كده ويشوف الاسعار ويعرف الاسعار دي كانت بكام. ايه الجمال ده يا حسن؟ عندك ده الكم عامل ازاي؟ لا استنى لنا بقى بومبي. عايز اقول لك تحفه خطيره قوي. عامله كام الشياكه دي؟ ب 100 جنيه. الجمال ده هيبقى ب 100 جنيه؟ طب والله دي اللي يتقال لها يا بلاش. بصوا الشياكه دي هتبقى ب 100 جنيه بس تحفه. عجينه حلوه قوي. بصوا الشياكه دي ب 100 جنيه بس يا جماعه. عجينه بالوانها برده متاحه. شايفه منها المسترده والنبيتي والكشمير دي كده برده نفس الكلام بس ده لون ابيض بس. تمام دي برده هتبقى ب 110. تمام هي مطعمه ايه؟ سكوبا ولا رويال؟ دي عجينه في رويال. في رويال صح؟ تمام. ودي برده هتبقى ب 110 بالوانها يا جماعه. ده ابيض. الابيض بس؟ ابيض بس. دي ابيض بس. تمام هنا حاجه جميله زي كده. دي بقى سيمبل هاديه خالص ما فيهاش شغل يعني الكم بس اللي واخد بومبي من هنا برده. كم بس اللي واخد بومبي تحفه. حلو جدا جدا ده. بعد اذن حضرتك بص كده. بصوا دي في اللبس بتبقى حكايه. بص الكم بتاع الحته بمنظار عامل ازاي؟ حلو قوي قوي. عامل زي المعصم من تحت وواخد بومبي من فوق. شكله خطير جدا. حاجه كلاسيك. حلو قوي قوي هاديه قوي. ادينا وشها دي الجمال ده. الخامه دي عجينه يا جماعه. النهارده هتاخدوا الخامات العجينه الشياكه دي ب 100 جنيه وبس. تمام دي بقى شايفه منها الوان. ب 100 جنيه كل الوان. كل ده بالوانه ب 100 جنيه. عرض الجاكيت. الجاكيت. لا ركزوا معانا في العرض ده بقى. بص الجمال ده. طبتين ساتان هو. بص الجاكيت تحفه. حلو قوي. بص منظر الجاكيت من ورا عامل ازاي؟ شياكه. اديني وشه الجمال ده عامل كام؟ ده ب 100 جنيه. لا ثبت لنا شكله ياخدوا سكرينات على الشياكه دي. بصوا الجاكيت الشياكه ده هيبقى ب 100 جنيه. جاكيت بامب ب 100 جنيه. في الوان منه. ادينا لون مقفول بقى ياخدوا عليه سكرين. هو مقفول كده في الوان منه كمان يا جماعه. شايفه نبيتي والوان ثانيه. افرد لنا حته مقفوله ما تفتحهاش يا حسن معلش. افردها لنا. افردها لنا وهي مقفوله ما تفتحهاش. بصوا الجمال ده اهو. الجاكيت الشياكه ده هيبقى ب 100 جنيه. بامب ب 100 جنيه يا جماعه. تمام في معانا جاكيت ثاني ب 100. انت عندك حاجه زي دي كده؟ بصوا حاجه زي كده ب 140 جنيه. تمام جنيه. دي برضه هتبقى ب 100 جنيه بدل 140. الشكل ده بيتغير. تمام هي لون لون واحد بس. لون واحد بس الشكل بيتغير. دي هتبقى ب 100 جنيه برضه يا جماعه. تمام عندك البلورات اللي زي كده الحاجات القصيره اللي هتجيبها بلاي ويست. تمام عامل 170 ب 130 جنيه. الجمال ده. بصوا الشياكه دي هتبقى ب 130 جنيه بدل 170. 130 حلو قوي. وبرضه في الوان يعني الحاجه اللي فيها الوان بقول لكم برضه. الوان منها كتيره. تمام عندك حاجه زي كده بس برضه لون واحد. تمام دي لون واحد. عامله كام ثبت لنا؟ دي هتبقى ب 100 جنيه. البلوزه الشياكه دي هتبقى ب 100 جنيه. سكرينات يا جماعه بقى عشان ايه تريحوا نفسكم انتوا اكتر قبل منه برضو. عندنا حاجه زي كده. بصوا هي مفتوحه تلبس بتاع 75 صح؟ تلبس 75 كيلو. كيلو حلو قوي. عامله كام دي؟ دي ب 100 برضو. دي ب 100 جنيه. بلوزه القمر دي ب 100 جنيه. الكم بومبي زي ما انتوا شايفين والشياكه دي كلها. ادينا وشها يا حسن. بصوا حته مفروده وحته ملمومه برضه عشان تعرفوا المقاس. اي قطعه فيهم ب 100 جنيه. تمام الوان برضه متاحه شايفاها. عندك حاجه زي كده. ايه الشياكه دي بكام؟ دي بلوزه فراشه ب 100. دي ب 100 جنيه. الشياكه دي كلها ب 100 جنيه. ايه الجمال ده؟ طب والله تحفه. وتلبس برضه اوفر سايز يا حسن. حلوه جدا. لا والكم عامل زي اللي هو السعودي ده اللي هو ما فيهوش حرده وشكله تحفه. تمام دي برضه هتبقى ب 100. البلوزه الصوف دي هتبقى ب 100 جنيه. من فوق واخده مشعره كده بالوان برضه ولا ايه؟ لا لازم منها ثلاث الوان بس. دي هتبقى ب 100 جنيه يا جماعه. تمام الوان. تمام ده. بصوا بقى البيك سايز يا جماعه تلبس 90 كيلو مرتاحه. ولو هتفرق كمان معاكوا وتبقى يعني بحب الحاجه ماسكه عليه تلبس 95 كمان. عامله كام دي؟ ب 100 جنيه. دي هتبقى ب 100 جنيه. عجينه بيك سايز ب 100 جنيه. تمام بالوانها برضو يا حسن. الوان كتير.
الوانها تمام، عشان في حاجات لو ما فيش منها غير لون واحد اقول لكم برضو. الوانات ده بيزك تمام، بيزك صوف يا جماعه، صوف بدل 170 جنيه 100 جنيه، ده هيبقى ب 100 جنيه بدل 170 جنيه بالوانه. بيزك صوف يا جماعه تحفه، ده حلو قوي ويلبس برضو مقاسات، شكله تحفه. هيكلاسيك، في منه الابيض والمنت والرصاصي، في منه الوان كتيره جدا معانا، ده موجود منه الوان تمام. حاجه زي دي كده، عايز اقول لك ده كان ترند بقى يعني. ده روعه، بس خطير. اخر قطعه عندي، اخر قطعه يعني، جايب لنا اخر قطعه تعنسهم بيها يعني حسن ولا ايه؟ بصوا الجمال ده هيبقى ب 100 جنيه بس، دي اخر قطعه يا جماعه، اللي يلحقها بقى رزق اللي يلحقها بقى. حاجه زي كده طويله، تونيك، ده تونيك صوف طويل، تونيك صوف طويل، وعامل كام عجينه بكام؟ وانت فرده بس عشان ايه ياخدوا سكرين عليه وهو مفروض. بص خامته الرمله عامل ازاي، لا والكم زراير، انا شايفه الكم زراير اهو، معصم زراير كده تحفه. عامل كام ده؟ 140 جنيه. 140 جنيه، 140 تونيك ده هيبقى ب 140، يبقى ثبت لنا ايدك ثانيه يا حسن عشان ياخدوا سكرين. بصوا التونيك الشياكه ده هيبقى ب 140 جنيه تمام، بالوانه برده. بالوانات جينا للترند، الترندات بقى، ترندات جينا للترندات. انا عايز اقول لك دي تحفه، تتلبس تحت الجواكت وتحت البلوزات، عامله زي الهيكول كده، لو جاكيت مفتوح برضه هي تحته تمام قوي. دي سكوبا صح؟ دي سكوبا، نازله ترند اليومين دول، ترند قوي يعني. 75 جنيه الجمال ده، لا انا عايز اقول لكم تحفه، افردها لنا بس من فوق كده يا حسن. بصوا هي حاجه اشيك من البادي بشويه، والشياكه دي هتبقى ب 75 جنيه، تنفع معاكم اندر شيرت، تنفع بلوزه على جاكيت جينز اللي انتوا عايزينه تمام. كل شكل منهم براس يعني، الشكل ده الشكل ده الشكل ده، لا انت تفتح لنا شكل كمان يا حسن. نيح سامعين، بصوا الزجزاج ده تحفه، اشكالها كتير جدا وكلها سكوبا يا جماعه، عمليه وخفيفه وبتدفي جدا. والجمال ده كله بصوا كده، الشياكه دي هتبقى ب 75 جنيه تمام، حلو قوي. نظام هيكول من فوق، رقبه هيكول تمام، واطي الجاكيت برده كمان اهو، جاكيت زي كده هيبقى ب 100 جنيه، ب 100 جنيه برده. الجمال ده، طب والله تحفه، بس هو مقاس واحد يا جماعه، وجاكيت زي كده بامب عامل 100 جنيه، الجاكيت ده بامب ب 100 جنيه بس، هو يعتبر لون واحد، بيختلف الاسود بيجي هنا او هنا تمام، تبطين فايبر ومن جوه ساتان زي ما انتم شايفين، يلبس معانا 75 كيلو تمام، ما يزيدش عن كده 70 75. ترندات برده ثانيه اهو، شغل الترند ده الهاي ويست بتاعتنا، الهاي ويست بتاعنا تمام، ب 100 جنيه برده. واخد الكم، افرد لنا الكتف ونقول السعر سكرينات. بصوا الجمال الهاي ويست ده، دي برده هتبقى ب 100 جنيه تمام. في منها المقاس الكبير ولا لا؟ لا خلص والله، خلص تمام، عشان كان في منها البيك سايز برده، كان عندنا ولسه الفيديو اللي فات الله اكبر عليها الجلسه. بصوا عندنا دي برده ايه، دي عامله كام برده؟ اما نفرض نقول السعر، بصوا الكم بتاعها بومبيه، هي كلها مشعره، دي الخامه اللي هي المهير المشعر، وعامله كام الجمال ده يا حسن؟ 160 جنيه. بصوا الشياكه دي هتبقى ب 160 جنيه تحفه، 160 جنيه والله حلو قوي. الوانها برده بتختلف، الوانها كلها، الوانها كلها متاحه، دي زيها بالظبط بس الفرق ايه؟ برضه ب 160؟ دي برضه هتبقى ب 160 جنيه. دي النقطة اللي عايزة طعم. ايوه تمام، بس عايز اقول لك شياكة يا حسن، والخامة تحفة، والكم بتاعنا بومبيه كمان تحفة. 160 كده علينا عن الفيديو 10، احنا قلنا على حاجة 150. ما تعملها لنا 150. ليه يا باشا؟ عشان تبقى تبع الفيديو 150. اللي يجي تبع القناة ياخد ده ب 150 يا حسن. يا باشا وانا عيني. تسلم عينيك. يجي تبع القناة بس. تمام 150 جنيه، عشان الفيديو ده مش هيعلى عن ال 150 زي ما اتفقنا. 150 تمام. في ايه معانا تاني؟ زي كده البيك سايز يا جماعه، البيك سايز عامل كام؟ 150 جنيه، 150 جنيه بيك سايز عجينه بدل 180 جنيه. الجمال ده حلو قوي، بالوانه تحفه، بنشوه خطير. الجيب، الجيب برضه شيفون ولا سكوبا ولا ايه؟ شيفون مطبقه طبيعتين تحت بعض، تمشي صيفي وشتوي بس الامانه. وعامله كام؟ 130. دي هتبقى ب 130 جنيه، جيبه زي كده، ثبت لنا بس شكلها يبان، دي مبطنه معانا يا جماعه مش هتحتاجوا تحتها حاجه. بصوا الجيبه دي هتبقى ب 130 جنيه، التايجر بتاعها لون واحد صح؟ تايجر لون واحد، تايجر بينزل درجه واحده تمام. بلوروهات، بلورو يلبس اي مقاس بقى، انا عايز اقول لك ده ترند قوي، عشان اللي هو الكم بيبقى ملموم من هنا، ده ملموم ده بكده تحفه. عارفه ده بكام؟ بكام؟ ب 110. ده ب 110 البلورو الشياكه، ده الترند ده ب 110، حلو قوي، بالوانه برده كلها متاحه، كل الوانه موجوده تمام. بصوا برده حاجه زي كده قمر، دي برده شايف ده؟ بصوا الشياكه من هنا، الناس اللي بتشتكي ان الحرده من هنا بتبقى ضيقه،
فدي مفتوحه معاكم خالص، شغل سعودي قوي الكم ده، عارفين الملاحف والنص ملحفه حاجه زي كده. عامل كام الجمال ده؟ دي يا باشا ب 120 جنيه. دي هتبقى ب 120 جنيه البلوزه دي، عجينه ب 120 جنيه، الوان برده متاحه، الوانها كلها. بص بتلبس تلبس معانا 75 80 75 80 جنيه تمام. كلهم بلوزات كلهم. طب انا عايز اقول لهم ان في تشكيله كبيره قوي، بس عشان وقت الفيديو يا جماعه، بس احنا بنحاول نجيب لكم ايه عينه من كل حاجه. في شيلان برضو، في شيلان بيدور على الشيلان والكلام ده، شيلان زي كده. بقول لكم كل شغل الترند هتلاقوه هنا عند سولا وروما اهو. بصوا الشال اهو، عامل كام ده؟ الشال ده ب 65 جنيه. الشال ده هيبقى ب 65 جنيه اشكال ولا ايه؟ ده لا هو شكل واحد تمام، ولون واحد برضو. على حسب ما انتم اي شكل بيجي على دماغكم بتعملوه بيه. يعني مثلا انا عامله بالوروف على الملكات تمام، عامله بالوروف، انا ملبسه الملكات. انا هوريه لكم بره برضو على المانيكان لما نخلص الفيديو ان شاء الله. البلوزه زي كده، بصوا البلوزه دي اللي هي السويدي يا جماعه، تلبس 85 كيلو 90 كيلو، عايزه اقول لكم تلبس والكم عامل ازاي معانا. لا وتلبسها عجبني جدا، يعني تلبس 3 اكس معانا. 130 جنيه بس دي سويت شاموا بيك سايز ب 130 جنيه بالوانها برده تمام تمام. عندنا جاكيت جلد زي كده مبطن ستان، بصوا الجاكيت الجلد طبطين ستان زي كده. انا هسيب لكم برده لينك التليجرام في اول تعليق لو حابين نشوف موديلات اكتر واكتر. الجاكيت زي كده عامل كام قبل ما نفتح يا حسن؟ ب 100 جنيه يا باشا. بص لا ادينا وشه قبل ما نعمله. بصوا الجاكيت الجلد المبطن ده عامل 100 جنيه، جلد مبطن ب 100 جنيه، مقاس واحد. صح؟ ايوه يا باشا الستان يا باشا اه. مبطن ستان مقاس واحد، هو يلبس زي 70 كيلو يا جماعه. تلبيسه مش كبير قوي 70 75. والاسود اللي جنبه؟ خلي بالك مش هنعلى على 150. فركز في اللي بتجيبه. مش هنعلى. مش هنعلى على 150. تمام. حاجه زي كده اقسمت بالله ثمنه جمله على القناه 180 جنيه. ثمنه على القناه، وخشوا قناه التليجرام هنعمله لينا بكام؟ اللي هيجي تبع القناه ب 150 جنيه. ده بدل 180 جنيه يبقى ب 150 جنيه لكل متابعين القناه. كل تمام. القناه وده مبطن فايبر. تسلم يا حسن، قد كلمتك يا حسن وعملته لنا ب 150. قلنا مش هنزيد عن 150 في الفيديو ده. حاجه زي كده سويدي برضو. دي سويت شموا يا جماعه برضو. عامله كام دي؟ اخر ثلاث قطع ب 120 جنيه. اخر ثلاث قطع عامله 120 جنيه بلوزه سويت شاموا تمام؟ لو في حاجه ما فيش منها يا جماعه كميات احنا بنقول لكم برده، لو حاجه موجود منها كميات والوان بذكر لكم في الفيديو برده. في ناس جت وزعلت لما لقيت الحاجات خلصانه. تمام فاعذرونا والله، احنا بنقول لكم اللي فيه كميات بنقول لكم منه. حاجات ايه؟ تمام هي فيها واسع شويه تلبس برده 75. تمام اهو. تلبس 75 دي قلنا هتبقى بكام السويت دي؟ 120 جنيه. 120 جنيه سويت شاموا تمام. الوان برده ما فيش غير ثلاث قطع قلنا. في ثلاث قطع. ثلاث قطع تمام. ايه تاني معايا؟ الدريسات عشان في ناس كتير مش تمام. نكمل معانا باقي العروض. نكمل معانا باقي العروض. بصي كده دريسات بقى عشان هم ما شافوش حاجه دريسات. تمام. طبعا هيطلعوا على حاجات دريسات، حاجه زي كده. وتلبيس زي 80 كيلو. تمام. دي الخمس سويد الشاموا. تمام. حلو قوي. سويد الشاموا، بصي الحته عامله ازاي؟ بصوا شياكه. في زجزاج وعامله كام دي؟ 150 جنيه. افرد لنا يا حسن ناخد السعر. بصوا الجمال دي سويت شاموا وعامله 150 جنيه تمام. دي ده كله بدل 230. انتوا عارفين بقى الخمس سويت دي الشاموا دي كانت غاليه ازاي؟ كانت كلها فوق ال 200 على طول. حاجه زي كده. بصوا بالحزام بتاعه. الحزام بتاعه. لا انا عايز اقول لك الدرسات كلها تلبس 80 85. 80 85 كلها. وده عامل كام برضه؟ قول لي 150 برضه. 150 والله تحفه. لان احنا اتفقنا مش هنغلى عن ال 150 النهارده في الفيديو ده. الشياكه القمر ده هيبقى ب 150 جنيه. 150 جنيه بس. تمام؟ برضه ده عشان ده بيعدي المقاس شويه، ده 90 كيلو على حاجه زي كده. 150 برضه. بصوا الجمال ده جلد يا جماعه في برش وعامل 150 جنيه. 150 اللي هي بتاعته هيكون زي ما انتم شايفين وجاي دوار ويلبس معانا زي 95 كيلو، بس لون واحد ولا الوان؟ لا اللون ده لون كشمير. والكشمير بتاعه كمان. الكشمير بتاعه. تمام. عندنا الجلد زي كده. برضه 150؟ 150 جنيه بس اللون جمالي بس. طب افرد لنا من فوق يا حسن. تحفه. حلو قوي. مقاس هيلبس برضه 75 80. يلبس. بصوا الجمال ده الجلد ده هيبقى ب 150 جنيه. 150. موجود منه ايه اللون الجملي بس؟ هو لون جملي. الجملي بالحزام بتاعه. بتاعه. تمام. عندك حاجه زي كده؟ تمام. بصوا معانا حاجه زي كده برضه. دي اللي هي الشموال. الشموال برضه 10 ظرف في السنه اهو. حلو قوي. ده يمشي ميني برضه يا حسن. ميني. يمشي ميني. حلو قوي. الجاكيت كمان لو اتفتح. لو اتفتح يبقى بلطو. افرد لنا بقى كده حاجه زي كده برضه بالحزام بتاعها أوه. وكل ده يبقى ب 150 جنيه. سويت شموال يا جماعه. تمام. تسلم ايدك. نرجع تاني لابو 100. رجعنا ب 100 تاني. بليزر. بصوا بليزر شيكه الوان موجوده. كل الالوان موجوده. بصوا واخد بومبيه من هنا.
تحفه. والبليزر ده هيبقى ب 100 جنيه بس يا جماعه عشان مو 100 جنيه تمام. درس زي كده، درس زي ده برضو، درس زي كده ومعاه الحزام بتاعه، ده بالحزام بتاعه سويت شامو كومو بومبيه تمام. افرد لنا من فوق يا حسن، بصوا الجمال ده سويت شامو عامل 150 جنيه تمام، بس تلبيسه 75 برضو يا جماعه، يلبس 75 حلو قوي. لا واخد قلوش من تحت حلو قوي. شميز زي كده معانا تاني، شميز سويدي، الشميز السويدي حلوه جدا، بدل 170 جنيه ب 100 جنيه بس الجمال ده، والوان برضو. افرد لنا الكتف يا حسن، كل الوان ده بدل 170 جنيه هيبقى ب 100 جنيه وبس، 100 جنيه بس تمام. سويت شمواه برضو يا حبايبي. جاكيت جلد عشان نختم بيه، الجاكيت الجلد تمام عامل، لا وطويل قوي يعني تونيك تمام، 150 جنيه. بصوا الجمال ده حلو قوي، افرد لنا الكتف يا حسن. الجاكيت الجلد الشياكه ده هيبقى ب 150 جنيه، 150 جنيه حلو قوي قوي. ده مبطن ولا عادي؟ ده لا لا عادي، جلد عادي، جلد عادي تمام. تعبتك معايا يا حسن؟ لا مش تحت امرك. عايز اقول لكم ان في تشكيل اكبر من اللي احنا عرضناه، لينك التليجرام هسيبه لكم اول تعليق لو حابين تشوفوا موديلات اكتر من اللي انا عرضتها، وهسيب لكم كمان رقم للتواصل طول عرض الفيديو، العنوان متصور في اخر الفيديو. بس ما اخلص بقى، قبل ما اخلص معاكم كده ما تنسنيش في لايك وشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى العنوان وازاي نوصل، احنا كنا فين؟ احنا كنا في مول صدناوي في العتبه. هنوصل له ازاي واقرب محطه مترو؟ هتكون اقرب محطه مترو هتكون مترو العتبه، هلف كده على طول في وش مول صدناوي، هتلاقوا ده سنترال العتبه، واللي هعمل عليه زوم ده جراج العتبه، والشارع اللي بين الجراج والسنترال ده اللي بنخرج من محطه المترو، هتلاقوا الجراج على اليمين والسنترال على الشمال، ومول صدناوي في وش السنترال على طول. وفي وشنا كمان ده شارع علي القصار، وموجود منه كمان مخرج لمحطه مترو العتبه. يعني لو خرجت محطة مترو العتبة اتجاه شارع علي القصار هتخرجوا هتلاقوا على طول في وشكوا مول صدناوي زي ما انتم شايفين. احنا هندخل كده معاكم مول صدناوي ونوصلكوا الكمانة، صورنا فيه الفيديو بكل سهولة. بص اول ما نخش على طول مول صدناوي زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك، شوية محلات كتير جدا جدا كل ما تتخيلوه، عن ملابس داخلي وخروج كاجوال، معانا الحريمي الاطفالي عباية كرداسة، كل حاجة بتلاقوها موجودة هناك ان شاء الله زي ما انتم شايفين. ما شاء الله كل دي محلات، موجود كذا اسانسير في المكان، مش هتحتاجوا تطلعوا خالص. انا بديكم لمحة سريعة كده عن المول من جوه، هلف زي ما انتم شايفين وهتاخدوا بنفس اسعار الفيديو زي ما قلت لكم. انا حاولت اديكم نبذه سريعه عن الشغل الموجود، وهسيب لكم كمان لينك التليجرام في اول تعليق لو حابين تشوفوا موديلات اكتر من اللي انا عرضتها ان شاء الله، وهسيب لكم كمان رقم فوق للتواصل والاستفسار عن اي حاجه. مقاسات معانا لحد 120 كيلو، يا اما واحد مقاسات عاديه يلبس لحد 2 و3 اكس، ومقاس 2 بيلبس معانا ال 120، او ممكن يكون معانا سايزات اكس و2 و3 و4 ده يلبس حاجات بيك سايز. ما شاء الله كل الموديلات اللي انتم شايفينها دي موجود منها الوان ومقاسات. انا اديتكم نبذه سريعه كده، ما استحاله اجيب لكم يعني كل الشغل الموجود في المكان ده زي ما انتم شايفين. بصوا بيشكل معانا، ما تنسوش بقى لايك وشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.